بيبدأ الفيلم بممثلة مشهورة اسمها شانيه، وبتكون بالمعبد وعم تتمنى وتطلب بأنه تاخد جائزة أحسن ممثلة اليوم، وبتروح بتربط خيط على إيدها كنوع من وسيلة لتحقيق الأماني. بالليل بتروح على حفلة توزيع الجوائز وبتكون كلها ثقة بالموضوع. بعدها بينادوا على جائزة أفضل مخرج يلي بتكون من نصيب الشاب إديتيا، فبيستلم جائزته وبيرحب بالكل، ومدير الحفلة بيقول له إنه هو رح يسلم جائزة أفضل ممثلة. وهو عم يحكي شانيا بتوقف بكل ثقة، بس الصدمة إنه بتكون الجائزة راحت لممثلة تانية وبتكون جديدة بمجال السينما واسمها سانجيانا. وأول ما بتسمع شانيه الاسم بتقعد وهي مصدومة ومتضايقة كتير، وبتطلع من الحفلة فوراً. وهي برا بيطلع للرجال وبيقلها ما تعتبري إنه يلي صار معك إهانة لإلك، وإنه الصنم يلي أنت بتعبديه ما حقق لك هي الأمنية، وبيحاول يفهمها إنه تبطل تعبد هذا الصنم وتدور على حدا أقوى منه يقدر يحقق لها كل يلي بتفكر فيه. وبيقلها إنه إذا حابة توصلي لهي القوة أنا بقدر وصلك لإلها، وبيعطيها رقمه وبيقلها فكري بالموضوع وإذا قررتي حاكيني. وبعدها بترجع شانيه على البيت وبتصير تفكر بكلام الرجال، وبيفوت لعندها إديتيا وهو حامل الجائزة تبعه، وبيحاول يواسيها ويقنعها إنه هي مجرد شي رمزي مو أكتر. بس هي بتعصب وبتقله إنه هي خسرت الجائزة سنتين ورا بعض، وكانت على طول سنجانة هي يلي بتاخدها وإنها عم تسرق كل شي منها. وبتجادلوا بخصوص هذا الموضوع وبتطلب منه إنه تقعد لحالها شوي، فبيطلع هو متضايق. وهي بتروح بتطلع على الصنم يلي كانت عم تعبده وبتقرر تشيله كله من مكانه. بعدها بتحكي الرجال يلي أعطاها رقمه بيقلها على مكان لحتى تقابله فيه، وبالفعل بتروح على هذا المكان. وأول ما بتصل بتلاقي كل الموجودين عم يطلعوا عليها بطريقة غريبة وكأنهم أول مرة بيشوفوها. بعدين بتسمع صوت عم يناديلها باسمها من مكان، وبعدين بيجي عندها وبيقلها إنه هذا المكان مجرد معبد وهو سكره مثل ما سكر باقي المعابد بالقرية، وإنه هذا المكان مو للصنم وإنما لإله هو. وبخبرها إنه هو الشخص اللي بتبحث عنه واسمه كارتا، وبيقلها تلحقه. وبالفعل بتلحقه شانيه وبتفوت على مكان، بس بتتفاجأ إنه رجع فات على المكان مرة تانية، فبتقول له أنت كيف عملت هالشي؟ وبيبلش هو يحكي لها قصة حياتها بالتفصيل، فهي بتتفاجأ كتير وبتقول له أنت كيف عرفت عني كل هذا الشيء؟ فبيقول لها إنه عرف كل هالشي لأنه شبح مو إنسان، وبيطلب منها أن تطلع على الانعكاس تبعه بالمراية، وأول ما بتطلع بالمراية بتشوفه على حقيقته فبتخاف كتير. بهذا الوقت بخبرها إنه هذا المكان اللي هي موجودة فيه ما في أي إنسان عايش، وبيقول لها شو رغبتك أنا بقدر حقق لك إياها، وبأي طريقة بتحب ينتقم لها منها، وأنه ممكن يشوهها أو يقتلها أو يخليها مريضة أو مجنونة. وبيسألها إذا غريمتها اسمها سانجيا، فبتقول له مزبوط، وبتقول له أنه بدها إياها تتعذب وتتألم، وأنه ما بدها إياها يموتها وإنما بده إياها يعذبها. فهو بيوافق على هذا الشيء وبيعمل شوية طقوس وبيعطيها مي بيكون قرى عليها تعويذ، وبيقلها أنه تحاول تنقط من هي المي بأي شيء بتشربه سانجيانا، وأول ما بتشرب المشروب رح تكون تحت سيطرته. فبترجع بعدها شانيه على البيت وبتتصل بإديتيا، ولما بيجي لعندها بتحاول تفهمه الموضوع وبتطلب منه أنه يتقرب من سانجيانا ويخليها تشرب من هذا المشروب، وبتعطيه الصنم وبتقله أنه لازم يدفنه بمكان معين. فبيروح وبياخد الصنم وبيدفنه وبياخد منه المي. وبعد مرور أيام ببلش بتصوير فيلم سانجيانا الجديد، ويوم ورا يوم بتصير بيتعرف عليها أكتر وبصير يتقرب منها وبصير يطلع معها يوميا. وبيوم بعد ما ينتهي التصوير بيعزمها على العشاء، بس هي بتقله أنه هي يلي رح تعزمه على بيتها. وبالفعل بيروح لعندها على البيت وبيكون معه المي الملعونة، وبصيروا يحكوا شوي، وبيعرف إنه سانجيانا ما شافت أبوها أبداً، وأبوها متوفي وإنها حزينة ووحيدة. ولما بتروح سانجيانا لتحضر العشاء بيستغل هو هذا الشيء وبيحط المي بكاسة المشروب تبعها. وبالليل بتصحى سانجيانا وهي مرعوبة، وبتقوم لبرا وبتلاقي التلفزيون شغال لحاله وطالع منه صوت عم يهمس باسمها وبيقول لها روحك ملكي هلأ. وبتطلع ايد مرعبة وبتمسكها، وبتصحى فوراً سانجيانا وبتكون مرعوبة وعم تحلم. وتاني يوم لما بتروح سانجيانا على التصوير بتصير تسمع أصوات غريبة وبتتعب كتير وما بتكون قدرانة تتصور، وبلاحظ إديتيا هذا الشيء. وبعدها بتتصل شانيه بإديتيا وبتقله إنها عرفت بإنه سانجيانا ما قدرت تتصور اليوم، وإنه شكله السحر بلش يعمل مفعوله، وبتطلب منه إنه يكمل للآخر ويضل يحط لها المي بأكلها وشربها لحد ما تخلص كلها، وبتفهمه إنه هي بس رح تعذبها فترة وبعدين رح تتركها وبيسكروا التليفون. وبيطلع إديتيا المي وبيحط لها إياه بالمشروب تبعها، وبعد ما تشرب سانجيانا بخبروها إنه التصوير حيكون بالاستديو رقم 3، ومنشوف رقم 8 المكتوب على الباب تحول لرقم 3. وبتستغرب سانجيانا كتير لما شافت رقم 3 جنب الباب رقم 7، وبتصير تفكر حالها عم تتخيل. فبتفوت على استديو وما بتلاقي أي حدا، وصارت تسمع نفس الصوت المخيف عم يحمس باسمها، وصارت تمشي باتجاه الصوت بتلاقي مهرج وفجأة بيتسكر باب الاستديو، والمهرج بيهجم عليها وهي بتخاف كتير وبتصير تحاول تهرب، والمهرج بيطلع لها بكل مكان، وبالأخير الباب بينفتح وبتقدر تطلع من المكان. وتاني يوم بتروح سانجيانا على دكتور نفسي وبتحكي له يلي عم يصير معها، فبيقول الدكتور إنه هذا الشيء مجرد تخيلات. وإديتيا بيحس إنه الموضوع كبير كتير، وبيروح لعند شانيه وبيقول له إنه حاجة لحد هون،
وبيقول لها إنه البنت كتير خايفة وإنه يتيمة وحرام تعمل فيها هذا الشيء، بس هي بتفهمه إنه عم تعمل هيك مو بس لأنها متضايقة منها، وإنما لأنه أبوها بيكون أبوها لإلها كمان وحرمتها منه كل هدول السنين. وبتخبره إنه سانجيانا بتكون أختها بس من أم تانية، وإنه أبوها ما كان يقعد معهم بالبيت وكان على طول مع سانجيانا وأمها، لهيك هي بتكرهها كتير وبتقوله إنه بدك تكمل اللي بلشت فيه غصب عنك. فبيضطر إديتيا إنه يكمل اللي بلشه، وراح لعند سانجيانا وحط لها من المي بالمشروب تبعه وبيطلب منها إنه تاخد العلاج اللي قال عليه الدكتور مشان ترتاح. وهنن عم يحكوا بتجي الخادمة تبعه وبتقلها إنه يلي عم يصير معك هذا بسبب السحر الأسود، وبتقلها إنه هي مشهورة وأكيد في حدا بيكرهها عمل فيها هذا الشيء، وبتقلها إنه بتعرف كاهن ممكن يساعدها. فبيعصب إديتيا على الخدامة وبيقلها إنه كل هذا مجرد تفاهات، وبيطلب من سانجيانا إنه تاخد العلاج تبعه. وبالفعل بتاخد سانجيانا العلاج، ولما بيكون بده يروح بتطلب منه إنه يبقى معه، وبالفعل بيضل معه. وبنص الليل باب الغرفة بينفتح لحاله، فبتصحى سانجيانا، وأول ما بتطلع من الغرفة لتشوف شو فيه بتسمع صوت إزاز عم يتسكر وصوت صراخ. فبتمشي باتجاه الصالون وبتشوف الخادمة طعنة حالة بإزاز كتير وشكله مخيف كتير، فبتخاف سانجيانا وبتصير تركض، بس فجأة بتلاقي الخدامة بوشها وبتهجم عليها، بس هي بتقدر تهرب وبتروح بتقول لإديتيا يلي صار. فبيطلع إديتيا لبرا لحتى يشوف شو فيه، وبيلاقي الخادمة بشكل مخيف واقفة على الكرسي وبدها تشنق حالها، وبتصير تقول أنا لازم أقتل حالي، هو بده هيك، وبتشنق حالها. وتاني يوم بتثبت الشرطة أنها انتحرت، وبعدها بيقرروا يروحوا لعند كاهن يلي بيخبر سانجيانا أنه الدخان يلي قدامها إذا كانت مسحورة رح يظهر لها في شي، وبيطلب منها تركز على الدخان كتير. وبالفعل بيظهر لها شبح مخيف وبيخبره الكاهن الكبير أنه روح سانجيانا بقيت شبح شرير، وهذا الشبح حابسها بعالم الأرواح، ومشان يتم تحريرها لازم يدخلوا على عالم الأرواح. وبالفعل بياخدهم المساعد على المقبرة وبيقعد سانجيانا بين قبرين، وبيطلع ربطة بيربطها على إيده وإيده، وبخبرها أنه روحه بس يلي حتدخل بعالم الأرواح مشان يقدر يحررها، وأنه أول ما يبلش الطقوس رح يفقد الوعي، وأي شي رح يصير معه بعالم الأرواح رح يظهر على جسمهم، وبيقلها أنه ما تفك الرباط من إيديهن شو ما صار. وبالفعل ببلش المساعد بالطقوس لحد ما بتدخل روحه لعالم الأرواح، وبشوف سانجيانا مربوطة على كرسي بالسلسلة، وبيحاول يهديها ويطمنها، وبيمسك السلسلة وبيصير يحاول يكسرها، بس بهذا الوقت بيدخل الشبح الشرير وبيهجم عليه، وبالواقع راسه بتنقطع. وسانجيانا لما بتشوف هذا الشيء بترتعب كتير، لحد ما إديتيا بيقدر يفك الرباط، وبعدها بيرجع وبتكون سانجيانا منهارة، بس إديتيا بيحاول يهديها، ومنشوفه إنه تقرب منها وحبها. ومع مرور الأيام منشوفه إنه ما عاد رد على شانيه، وبيوم بيكون نازل وبيلاقي إزاز سيارته مكسور ومكتوب على السيارة أنت نسيت حبيبتك القديمة، فبيروح فورا لعند شانيه وبيتخانق معه وبيعصب عليها، وبيقلها إنه هو ما عاد يحط لها المي لسانجيانا، وبيرمي المي بوشها وبيشتد النقاش بيناتهم وبيتخانقوا. وبيقلها أنه هو هلأ بيحب سانجيانا وما رح يسمح لها تأذيها أبداً، وهو بيمشي وهي بتنهار وبتكون معصبة كتير. وتاني يوم لما بيكون إديتيا بالتصوير بتجي لعنده شاني وبتورجيه فيديو لألون، وبتهدده فيه إذا ما كمل يلي عمره رح تفضحه، وتورجي الفيديو لسانجيانا. فبياخد منها أنينة المي بيروح لعند سانجيانا، بس بهي المرة بيعطيها منوم وبياخدها على بيته الجديد. ولما بتصحى بتسأله أنا وين، فبيخبرها وبيقلها أنه هو فكر أنه يقضي يومين بهدوء بعيد عن الشغل، وبيصير يفكر إنه يخبر الحقيقة، بس بعدين بيرجع بحكيه. وتاني يوم بيجيب لها خاتم مشان يطلب منها الزواج، بس بيتفاجأ لما بتشوف شانيه قاعدة معها، وبتعرفه سانجيانا عليها وبتقله إنه هي بتكون أختها من أبوها، وبتقله إنه شانيه جايبت لها هدية فيديو لإلها، وبتكون قايمة لتشغله على الشاشة، فبخاف إديتيا ليكون هذا الفيديو نفسه يلي هددته فيه، بس لما بتحاول تشغله سانجيانا ما بيشتغل، وبتقله شانيه إنه هدي اللي صار مجرد تهديد، وبتقله إنه بتعرف وين بيكون، ولو وين ما راح. وبتقوله شانيه إنه اليوم في حفلة كبيرة، وبتطلب منه إنه يحط السم كله لسانجيانا اليوم. وبالليل وقت صارت الحفلة سلمت على أختها وقالت له لإديتيا يجيب لهم المشروب، وبتذكره إنه يحط السحر كله، وهو بالفعل بيروح وبيجيب المشروب وبيحط السم كله، وبدل الكاسات وعطى شانيه الكاس يلي فيه المي، وكان عم يراقبها كل الحفلة، بس شانيه بتجي لعنده وبتقوله أنا كنت عارفانة إنك مو محل ثقة، وبتخبره إنه المي اللي عطته إياها مو مي المسحورة، وبتخبره إنه المي الأصلية حطتها بالحلو يلي سانجيانا أكلت منه. وبهذا الوقت بتفوت سانجيانا على الحمام مشان تظبط مكياجها، وبتحس بحركة غريبة بالمغسلة، ولما بتقرب وبتطلع بيطلع من المغسلة حشرة غريبة وبتخبط فيها، وبعد ثواني بصير يطلع كميات رهيبة من الحشرات من كل المغاسل، وبلشوا يهاجموا سانجيانا لدرجة إنه قلعت أوعيها بالكامل وطلعت من الحمام، وصارت تركض وهي خايفة، والعالم كلهم بيصيروا يطلعوا عليها بتفاجؤ وبصيروا يصوروها، وشانيه بتكون مبسوطة كتير. وإديتيا بيركض وبيغطي سانجيانا وبيطلعوا، وبعدها بصير مع سانجيانا انهيار عصبي بسبب يلي صار، وبتنتشر فضيحتها بكل الأخبار، وصاروا المنتجين والمخرجين يلي موقع معهم عقود بيلغوا كل العقود، وراحوا تعاقدوا مع شانيه. وبعد يومين راح إديتيا على المشفى ليزورها، وبيلاقي شانيه نازلة من عندها
فبيعصب عليها وبيقلها شو عم تعملي هون؟ فبتقله انه جابت لها اكل لاختها وانه هالمرة السما اقوى بكتير من المرة الماضية. فبيركض ايديتيا بسرعة لعند سانجيانا، وبهذا الوقت بتكون سانجيانا بدها تبلش اكل. فبيصل ايديتيا بالوقت المناسب وبيقلها انه يلي عم تشربه وتاكله هو السبب بيلي عم يصير معها بسبب السحر الاسود. فبتتفاجأ سانجيانا وبتقله انت كيف عرفت؟ فبيقلها انه اختي يلي عملت كل هاد لانه غيرانه من نجاحها، وهو كان عم يساعدها لانه مديون لها ومضطر، وبيعتذر لها وبيقلها انه هو بحبها كتير، بس هي بتكون مصدومه كتير من يلي سمعته وبتطلب منه انه يتركها ويمشي. ومنشوف شناه يعني عايشه حياتها ومبسوطه، وايديتيا بيروح بيطلع الصنم يلي دفنه بالاول، وبعد هالشي منشوف لتريا بتكون رح توقع على شناه، ولما بترجع شناه على بيتها بتلاقي كل شيء مكسر وصورتها مقطعه، وعرفت انه في شيء غلط عم يصير. فبتروح لعند الشبح يلي تعاقدت معه وبتسأله شو يلي عم يصير، فبيخبرها انه مفعول السحر انلغى بسبب ايديتيا. فهي بتقول له انه هلا بدها سانجيانا تموت وبتطلب منه يموتها، فبيقلها انه هو كشيطان ما بيقدر يقتلها بس بيقدر يعذبها لحد ما تموت. هي بتكون موافقه على هذا الشيء وبتطلب منه يعمل هالشيء بسرعه، بس هو بيحذرها انه اذا صار له اي شيء هي رح يصير معها نفس الشيء، وبيفهمها انه اذا هو تأذى رح يصير نفس الشيء معها بنفس الطريقه. وبعد ما يصير هالشيء بيناتهم بيروح الشبح بالليل على المستشفى وبتشكل على هيئة دودة بتدخل بإذن سانجيانا، وبعد ساعات بيوقف قلبها والدكاترة بيركضوا وبيحاولوا ينقذوها، بس حالتها بتكون لسه بخطر لأنه الدم مو وصلان لدماغها. بعدين بيطلبوا الكاهن على المستشفى، ولما بيجي الكاهن بيخبرهم أنه أول ما يطلع النهار على سانجيانا رح تموت، وبيقولن مشان يقدروا يلحقوها لازم ياخدوها على المقابر ويعملوا الطقوس مشان تتحرر من عالم الأرواح. وبهذا الوقت بيكون في جثة الروح تبعها بتسمعن، فبيروح بخبر شانيه وبيقلها أنه الشبح قالها أنه يخبرها أنه تجي وتسيطر على إيديتيا لأنه بده يحرر سانجيانا. وهنن بينزلوا على المشرحة وبيبلش الكاهن يربط إيد إيديتيا بإيد سانجيانا، وبالفعل بفوت إيديتيا على عالم الأرواح، بس هون منلاقي إنه المكان تغير وبيكون نفس المكان يلي شانيه قابلت فيه الشبح أول مرة، وبيلاقي سانجيانا قاعدة وزعلانة وبتصير تلومه على يلي عمله فيها، فهو بيعتذر لها وبيقلها إنه هو رح يحررها، وبيلاقيها مربوطة بنفس السلسلة. وبنفس الوقت بفوت لعندهم الشبح، فبتصير تقول لإيديتيا إنه يهرب بسرعة، والشبح بيهجم عليه وبيصير يضربه وبيرميه بكل مكان، واختفت سانجيانا من المكان وما عاد عرف هي وين. بهذا الوقت شانيه بتصل على المشفى، وإيديتيا بيشوف انعكاس الشبح بالمراية وبيقرر يهاجمه وبيصير يضربه بالإيد اللي فيها المي المقدسة. ونفس الشي صار يصير مع شانيه، وبالأخير بيضربه الشبح وبيكسر المراية، وشانيه بتستغل هذا الموقف وبتفوت على المشرحة وبتضرب الكاهن وبتقتل الدكتور، وبتروح لتفك الرباط اللي بإيديهن، بس بهذا الوقت بياخد إيديتيا سلاح مقدس وبيروح لعند الشبح وبيضربه وبيقضي عليه، وبياخد سانجيانا وبيطلع فيها على الضوء. وبعد ثواني بيصحوا هن الاثنين سوا، وشانيه لما بتشوف هذا الشيء بتنهار وبتمسك مية نار وبتكبها على حالها. وبعد يومين بتكون خلصت التحقيقات بالموضوع، وسانجيانا وإيديتا اعتزلوا الفن وعاشوا بقية حياتهم مع بعض. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.